برج بابل هو الوصف الأدق للوضع الحكومي المتصدع بعدما حولت الخلافات على المغانم بين أبطال الائتلاف الأكثري مجلس الوزراء إلى منبر للهجاء، فيما كل قطاعات الإنتاج تنادي من ينقذها ولا من يسمع. الخلاف بين ميقات وباسيل على قطاع الكهرباء كان بلغ ذروته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الطاقة مثنيا فيه على خطته للنهوض بالقطاع، مؤكدا ذهابه فيها إلى حد التصويت عليها في مجلس الوزراء غدا. وقد فسر بعض المتابعين حماسة باسيل للتصويت بأن حزب الله ربما قرر التصويت مع الخطة وأعطى كلمة السر للحلفاء بأن يحذو حذوه في صعقة سياسية كهربائية باتت واجبة للرئيس ميقاتي في نظر الحزب. وفيما نواطير الحكومة يتقاذفون بالبواخر والمعامل والصعقات الكهربائية، دخلت قوات سورية الأراضي اللبنانية في منطقة القاع البقاعية مطاردة عناصر من الجيش السوري الحر انكفأوا أمامها إلى الداخل اللبناني، فأوقعت جرحى ودمرت منزلا وخربت مزارع بلا حسيب ولا رقيب. وقد نفذت قوة من الجيش انتشارا إثر المعركة عساه يكون فعالا ودائما. تزامنا كان الرئيس السوري المعتز بفتحه عنوة المدن السورية العاصية يتفقد حيببة عمر في حمص، فيما قواته تشتبك مع الجزء الخارجي على سلطتها من المدينة المنكوبة. الخطوة جاءت لتظهر أمام الدول المهتمة بالملف السوري أنه يسيطر على الأرض ومحبوب من شعبه، وهو لا يكترث بالمساعي الدولية وبالمؤتمرات التي تزنيره، بدءا من مؤتمر المعارضة المنعقد في تركيا مرورا بالقمة العربية التي ستعقد في بغداد بعد غد، وصولا إلى العقوبات التي تشتد على نظامه.